مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ يعني انت ما رجعتش للمخدرات تاني يا عيسى؟ يا باشا انا ربنا تاب عليا بعد ما خرجت من السجن وحجيت بيت الله، ده انا حتى وما اشربهاش. طب وهيسى؟ عمر ما كلوه في الحكايه دي خالص يا باشا. سعادتك طبعا عارف دبه النمله، هو كان حد قال لي جنابك ان انا وهيسى بنشتغل في المخدرات؟ لا بس انا سمعت ان هو كان شريك المطربه اللي اسمها شمس دي في الكباريه. قسما بالله العظيم اعرف حاجه عن الموضوع ده. طب شمس ما بتروحلوش الاجانس؟ ما سمعتهمش بيتخانقوا مع بعض؟ يا باشا يا باشا، هيثم طول عمره في حاله مش بتاع مشاكل. انت هتستعبط يا راجل انت، ما لسه من كام شهر في واحده غزال. حصل يا باشا حصل، بس انا معرفش الحقيقه يعني اللي غزه ده مين ولا غزه ليه. يعني انت ما سالتوش؟ سالته قال انه ما يعرفش ولا صدقته. طب بص بقى يا عيسى، انا عايزك تقعد كده بالراحه تفكر وتجيب لي اسماء اصحابه حبايبه وكل اللي ممكن يعمل معاه مشاكل. خواف طول عمرها بتستخبى ورايا وبابا بيزعق. انت سمعت كلام اللي قالته ملك مش كده؟ سمعته وضحكت، واضح ان ملك فعلا مجنون. يعني انت ممكن تقتلي؟ طب ممكن اسالك انا نفس السؤال؟ انت ممكن تقتل؟ طبعا لا مش ممكن.
حتى لو اتحطيت في موقف تقتل او تتقتل. يعني انت ممكن تقتلي زي بالظبط، بس مش سفاحة مش هدبح في الناس. مش عارف ليه مش مصدقك يا باشا. وانا اكدب عليك ليه؟ انا كنت شربته في الكباريه وبس، لكن شغل الشمال ماليش فيه. يعني انت عارفه انه كان بيشتغل في الشمال؟ لا انا ما اعرفش حاجه، ساتك لسه قايل. بقول لك يا شمس، ما تجيبي معايا من الاخر بدل ما احبسك. يا باشا انا لو كان عليا حاجه كنت سبتوني. ماشي، طب ما كانش في بينك وبينه اي خلافات؟ خلافات عاديه زي اي اتنين شركاء، وكمان انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجع، وتذاكر قدام حضرتك ايه. طب ما سمعتيش عن اي خلافات بينه وبين اي حد تاني؟ يا باشا هيثم طول عمره راجل بيحب الفرفشه كده وملوش في العوا، عمري ما شفته بيتخانق غير مره واحده بس، واحد اسمه عمر. عمر استاذ طارق حلمي؟ ايوه فندم. انا مين حضرتك؟ انا دكتوره فريده صبري، استاذه في كليه الاعلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. اتفضل. انا اسفه لو كنت جيت من غير ميعاد، بس الحقيقه انا ما اعرفش رقم تليفون حضرتك. لا لا ما فيش مشكله خالص، اتفضلي حضرتك. شكرا. تحب حضرتك تشربي؟ لا ولا حاجه، هما كلمتين مع المدام وهمشي على طول. مع المدام؟ للاسف ده مش ممكن. يعني لو مش موجوده انا ممكن ارجع لها في وقت تاني. هي فعلا مش موجودة، بس مش هترجع تاني لأ. احنا انفصلنا. انا اسفة جدا، بس ده هيسهل عليا اللي انا جاي اقوله. فاكر حضرتك كنت في مطعم وبعدها جه ضابط سألك عن المدام؟ دكتورة كلامك ده ابتدى يوترني، ممكن تخش في الموضوع على طول؟ انا هشرح لحضرتك كل حاجة، بس ممكن تجاوب على سؤالي؟ اللي كانت معاك في المطعم هي المدام؟ ايوه هي المدام. ممكن افهم بقى؟ انا اخويا قاسر صبري المحامي. معرفوش. الحقيقه اخويا كان خاطب واحده نصبت عليه وخدت منه شبكه ثمنها نص مليون جنيه، كان اسمها عشق. ولدي كمان اعرف. باختصاره من غير لف ودوران، انا شك اللي كان هيتجوزها اخويا هي نفسها اللي حضرتك كنت متجوزها، وده اللي بيخليني اسال ايه اسباب الطلاق. حضرتك كنت شاكك في سلوكها؟ دكتورة انت بتتكلمي عن واحدة اسمها عشق. انا مراتي كان اسمها ملك عاصم ابو النور، بنت الدكتور عاصم ابو النور دكتور التجميل المعروف. ممكن تكون نفس البني ادم. مستحيل. واضح ان حضرتك كنت بتحبها قوي. طب ليه انفصلتوا؟ دكتورة انا معرفش اخوكي ومعرفش قصته والبنت اللي نصبت عليه ومش عايز اعرفها، فاعتقد الكلام بينا خلص. طب ممكن طلب؟ يا ريت يكون اخر طلب. ممكن اشوف صورة ملك؟ تفضلي. انا اسفة جدا، فعلا مش هي. عن اذن حضرتك. يا بنت انت وهي لابوا حاجاتكم بسرعه، الحكومه جايه. يا لهوي ايوه يلا يا بنت. انت يا زفت قومي. في ايه يا ماما؟ انت لسه هتسالي يا معدوله؟ قومي يا منيله الحكومه جايه. يلا يا بنت قومي. عزه يا عزه بلبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوشو بنت يا شوشو. شوشو في ايه يا ماما؟ فين بلبلة يا عزه؟ دول لموا حاجاتهم ومشوا من بدري يا ماما. راحوا فين دول؟ يلا يلا البحث انت بسرعه الحكومه جايه. يا ربي كان استخبلنا فين ده بس. مبلوزة مبلوزة. ايه شاي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجة يا اخي، الله ربنا بيجعل لنا جار وله عينين. في ايه؟ ما تسيبك من الشويتين بتوعك دول وفاهمين. انت ايه تعبانه ولا ايه؟ لا لا امال مالك؟
تعبانه ولا حاجه. بلوزه خيني طول الليل وحشني. الله يرحمه، ده حال الدنيا. مات وهو صغير يا حبه عيني، كنت دايما اقول له نفسي اجوزك يا ابني وافرح بك، يقول لي لا. فيها ايه يعني لو كان سمع كلامي اتجوز وخلف لي حته عيل من ريحته؟ صلي على النبي. ما انا انت ليه عايزه تقلبي على نفسك المواجع؟ ولا انت نفسك تقلبيها نكد النهارده؟ سلسلنا اتقطع من الدنيا يا صبري. الدنيا كلها زينه، واللي عند ربنا ابقى مبلوظه. ابو صبري ايه في يا مجنون؟ حضرتك يا ابو صبري، ابوس ايدك ابوس ايدك. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ عايزه بتقتل والحكومه بتدور عليا. طب الحكومه هتدور عليك ليه؟ انت عملت حاجه؟ ما عملتش، وسيدي الوروري ما عملت حاجه. امال خايفه ليه ما دام ما عملتيش حاجه؟ الامر ما يسلمش، وانا كنت شغاله معاه، يبقى اكيد رجلي هتيجي في التحقيقات. وبعدين هو قبل كده اتبلى عليا وقال ان انا اللي عملتها، يبقى هيجيبوني هيجيبوني ويسالوني. شفتي بقى؟ ادي اخرج الماشي في السكه العوجه. وهو يعني كان بخطري. خلاص بقى يا عم صبري، سيعانك النبي تداريني عندك اليومين دول لحد ما الحكاية تخلص. عم صبري أنا ملياش غيرك. هي بنتي في إيه؟ وأنا رحت فين يعني؟ تعالي تعالي يا ضنايا اقعدي معايا في أوضتي. إن شاء الله يخليكي يا خالتي، يسترك زي ما هتستريني. قلبي عندك يا طنط، بس ان شاء الله لولا هتخرج منها. هتخرج منها ازاي بس؟ ده احنا حتى لسه ما قومناش محامي. ما ينفعش تسيبوا لولا كده يا طنط. على العموم ما تقلقيش، انا كلمت ابن عمي وهو محامي شاطر قوي قوي، وكل المطلوب منكم ان انتوا تعملوا له توكيل. والنبي يا بنتي غلبتي مع اولادي، ما حدش فيهم عاوز يساعدني. لا يا طنط ما تقوليش كده، ده عمر جدع وحنين قوي كمان، هو بس تلاقيه مش عارف يساعدها ازاي. حنين وجدع قوي؟ ايه يا بنت الرقه دي؟ انا عملت لك شاي يا عفه عشان تفتكري الجمال. مخبي عنينا الجمال ده كله فين؟ ربنا يخليك يا طنط. قولي له سيبك بقى من ملك والعبط اللي في دماغك ده، وبص قدامك زي القمر اهي، وباين عليها بنت ناس مستورين. ايه يا عفه في ايه؟ هتشبطيها اكتر ما هي شبطانه. شبطانه؟ اه شبطانه بكتافك دي. ليه ان شاء الله؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اوافق عليك اصلا بطريقه كلامك دي ولسانك اللي عايز يتقطع؟ حلو قوي، طب اغير طريقه كلامي وتوافق عليا؟ في الحاله دي افكر. يا ده انت سهله قوي، سهله. انت تنح قوي. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ ما هو الخير على قدوم الوردين يا شيخ. ربنا يستر. انت عمر لحلح؟ ايوه يا فندم. في ايه؟ اتفضل معانا، انت مطلوب القبض عليك. ليه؟ انا عملت ايه؟ انت متهم بقتل عيسى من لبان. انا؟ في ايه يا عمر؟ في مصيبه، فكرت بس اخطبك متهم في قضيه قتل، اما لو كنت خطبتك فعلا. احنا هنحكي يلا. طب فهميني عشان اقدر اقف جنبك واساعدك. افهمك ايه؟ وبعدين ايه الدخله اللي انت داخلها دي؟ وطي صوتك لحسن بلبله تصحى، انت اللي عملتيها مش كده؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي موتتي عيسى. عايز تلبسني وسيبها وخلاص؟ عايز تطلعني قتلت قتله؟ بقول لك ايه يا ام بلوزه؟ الله، ما انت سبق وعملتيها قبل كده. ايوه كانت ساعه شيطان وراحت لحالها، انما دلوقتي انا مش مصدق. تصدق ما تصدقش، انت حر يا اخي. انت ايه هتعمل لي محكمه ونيابه يا اخي؟ ما تخنقنيش واسكت خالص. امال خبيتي بلبله عندك ليه؟ مروه، انسانيه، جدعانه، ولا انت عشان خايف من عيالك عايز كل الناس تخاف؟ توكس وكفي على خيبتك مجور واسكت. الرجاله قال اهي دفعتك في الكلام دي اللي مشككاني فيك اكتر. تشك بقى ما تشكش، انت حر يا عم، خليك في حالك وانا في حالي. ام بلوزه ياه، اخنوني بقى اكتر ما انا مخنوقه. ايه مستصر فيها شويه الهوا اللي انا بشمهم؟ ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سراج في جديد؟ ده تقرير البحث الجنائي. ايه ده؟ معقولة؟ انا برضو استغربت، البصمات اللي موجودة في الشقة بصمات اتنين ستات. وهيثم اتخدر قبل ما يتذبح؟ اتحط له مخدر شديد في القهوة. اه شغل حريم.
لازم يخدروه عشان يقدروا عليه. معرفتش البصمات دي بتاعت مين؟ في بصمة من البصمات اللي موجودة بتاعت واحدة ست مسجلة أداة باسمها عزة. حلو قوي. عزة دي بقى عايزك تشتغل عليها يا سراج، عايزها بأسرع وقت. طب واللي اسمه عمر ده أعمل فيه إيه؟ شوفه لو عنده حاجة تفيد ماشي، ما كانش خرجه. تمام يا باشا. اتأخرت عليك؟ أوي. أنا عمري ما استنيت حد الوقت ده كله، خمس دقايق كمان وكنت هقوم أروح. عموما لما تعرف أنا جايباك ليه مش هتندم إن أنت استنيت. خير. نسمع. الأول كده أنت استفدت إيه لما شايلتني المادة؟ أنت كنت عايزة تضربيني على قفايا وأقول لك شكرا؟ بس إحنا زدنا شوية ها؟ لفينا لفة حلوة قوي بعد الجواز. فكك بقى من اللي في دماغك ده. أنا دلوقتي معايا فلوس. وانت بتبيع امتحانات، هتبيع وتكسب ولا هتوجع دماغك على الفاضي؟ لا ابيع طبعا، بس الدكتوره فريده مقرطه قوي على الامتحانات اليومين دول، يعني هتتكلفي جامد. قولي كده حسبه 10 في قصدك واحد. تمام. صرف نفسك، ولو عرفت تجيب الامتحان انا وفلوسي موجودين. برضو الفلوس احلى. ما تتلم يالا، يعني ايه ما تعرفوش؟ امال اتخانقتوا مع بعض ليه؟ يا باشا كلمه اتخانقتوا دي سعادتك تقولها لما يكون اتنين اتخانقوا وضربوا بعض، انا اتضربت بس سعادتك. اه فشلتها جوه نفسك وقلت بقى ازاي انا اتضرب من واحد زي ده؟ والله ابدا ولا على بالي. ثم سعادتك يعني هو ده اول ولا اخر واحد هيضربني؟ الراجل كمان جالي البيت عندي واعتذر لي، اعمل ايه؟ ده انا كنت مكشوف منه والله. وانتوا اتخانقتوا قصدي ضربك ليه بقى؟ عشان بنت خالتي. هو عكسها؟ لا هو افتكر ان انا عكستها، تخيل. انت شكلك لبط يالا وهتوجع قلبي. يعني انت تعاكس بنت خالتك وهو يدافع عنها؟ سعادتك هو الموضوع ملعبك ومحدش فاهم حاجه، بس انا هحكي لك القصه من اولها لو ادتني فرصه. احكي. طب في نسكافيه في الاسم ولا؟ في يا حبيبي. طب انا اخد واحد. يا حامد هات له واحد. واحد نسكافيه. مساء الخير يا ست نجاه. ايه اللي جابك هنا؟ ايه ما كنتش عايزاني اجي ولا ايه؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ تعالي تعالي نقعد بره في الهواء احسن. خير دكتوره فريد؟ اهلا اتفضلي. لا خلينا في الهواء احسن. منى روحي لابوكي في المطبخ. هو احنا مش متفقين ان انا ما اروحش ولا انت ما اروحش؟ من غير مناهده يا منى، روحي لابوكي الراجل لوحده. طب معلش يا دكتوره فريد هروح اشوف بابا وارجع لحضرتك على طول. اتفضلي يا حبيبتي. خير يا دكتور؟ عاوزه ايه؟ انت مفاتيح الحكايه كلها معاكي. لا مفاتيح ولا قفل. انت جاي ورايا ليه؟ عشان تقولي لي اللي تعرفيه عن عشق. ما اعرفش عنها حاجه. انا رحت لطارق اللي كان متجوز ملا والحكايه كلها بقت واضحه. مفيش حاجه اسمها عشق، وملك هي اللي كانت بتلعب على ياسر. ملك اللي القطه تاكل عشاها تلعب على اخوكي؟ دي اتطلقت من جوزها عشان خايفه يقرب منها. امال ازاي كانت مخطوبه لياسر وهي متجوزه طارق؟ دي مش ملك، دي عشق. عشق اختها. انزلي انزلي. حامد وانت قدامي. حرام عليكم لو عملتش حاجه. حرام عليكم. بتعملي اللي عامله وتقولي ما عملتيش حاجه. حرام عليكم. وانت قدامي. والله العظيم ما عملت حاجه. ما تحلفيش. خش قدامي. ما تمسكي نفسك يا بنت. فوت قدامي. ليها اخت توأم اسمها عش؟ بيقولوا. انا مش شفتهاش. انا لما جيت هنا كانت عش دي تات. امال ايه اللي خلاكي اهتميتي وجيتي لحد عندي عشان تساليني؟ انا كنت بدور على عمل مغرس في بنتي وطلعها حراميه. هو انت ليه كلامك مش واضح؟ انت شفتي عش؟ انا لا اعرفها ولا عمري شفتها ولا عايزه اشوفها. هي مهددكي بحاجه؟ فيها يا دكتوره؟ وانا بتكلم لو انت بقولك ما اعرفهاش. وانت بقى عايزاني اصدقك بالبساطه دي؟ امال صورتها اللي كانت معاكي جبتيها منين؟ دي صوره ملك. هو انت مش عايزه بنتك تطلع براءه وترجع شغلها؟ أنا كل اللي عايزاه دي بنتي ما تتأذيش ورجوعها مكتب أخوكي هيأذيه. تمام، إيه بقى اللي هيأذيها؟ معرفش، بس أنا قلبي حاسس. لو خايفة من حاجة قوليلي وأنا ساعدك. وبعدين خلي بالك مفيش سر بيستخبى، لازم مع الوقت هينكشف. يستر الرب ما يفضحوش العبد. آه ده الموضوع فيه فضيحة بقى. كرهي يا دكتور، أنت هتقفلي على الواحدة في الكلام.
والله العظيم انا عايزه اساعدك واساعد بنتك. كتر خيرك يا دكتوره، احنا مش محتاجين مساعده من حد بصراحه. بقى الست تعبانه وشقيانه، واقفه على رجلي طول النهار وبنام بدري. من غير مؤاخذه انستي وشرفتي. انت اللي حطيتي له مخدر في القهوه ولما نام دبحتيه، صح؟ لا والله يا بيه، ده هو اللي بيحب يشرب القهوه كده. بصماتك على الفنجان وعلى الكنكه وفي المطبخ. ما تكدبيش يا عزه، انا عملت له القهوه بس، وهو حط فيها البرشام عشان يعمل دماغ. كيفه كده يا بيه؟ وبعدين اداه فسبته ومشي. مين البنت التانيه اللي كانت معاكي؟ بنت مين يا بيه؟ انت هتستعبطي يا روح امك. البنت التانيه اللي بصماتها موجوده معاكي في الشقه. يا علي باشا، ده صنف وسخ وعلاجه عندي. سيبها لي سعادتك نص ساعة وتستلمها مني مكنة كلام. لا يا بيه، ابوس ايدك والنبي، انا مش هبلى قلم. طب اخلاصي، مين اللي كان معاكي؟ بولبولة يا بيه، بولبولة اللي كانت معايا. مسلوم كان عايزنا سوا. انتوا الاتنين؟ كيفوا كده يا بيه؟ بولبولة مين؟ نبيلة؟ ده اول لما البوليس دخل حسيت اني اتحدفت من الدور العاشر. يا نهار اسود، هي وصلت انهم راحوا خدوهم البيت؟ طبعا يا بنتي، دي جريمة قتل مش طبيعية. هو في قتل طبيعي وقتل مش طبيعي؟ مش قصدي يعني، بس الموضوع فظيع. دبح، والقتيل بيقولوا كمان انه قواد. ايه ده؟ ومال عمر؟ ومال واحد زي ده؟ عمر كان بيتخانق معاه قبل كده فافتكر ان هو اللي قتله. هو عمر مجنون يتخانق مع اشكال زي دي؟ ما هو القتيل هو الراجل اللي عمر اتخانق معاه في الكباريه لما كنا بندور على اختك عيش، اسمه هيثم اللبان. هو هيثم اتقتل؟ هو انت تعرفيه؟ جلبت من يومين مالك يا مالك يا حبيبتي، بتترعشي كده ليه؟ كملي كملي يا صافي عشان خاطري. مفيش حاجه اكتر من كده. حققوا مع عمر وخرجوه، ولسه بقى بيدوروا على اللي قتل. بس انا سمعت حاجه، ان اللي قتله واحده من اللي شغالين معاه. مالك يا مالك صافي، انا لازم اخرج دلوقتي. اخرجي؟ اه يا بنتي، ما تفهميني الحكايه. معلش مش هينفع دلوقتي، انا لازم البس. اخرجي عشان تسيبيني لو سمحتي. طب خلاص استناكي واوصلك. هتسوقي بالطريقه دي؟ يا ستي انا كويسه مش عايزه حاجه. اخرجي لو سمحتي. خلاص 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 يا ستي، ما تزقيش. ماشي، سلام. هو انتوا متخانقين ولا ايه؟ ولا متخانقين ولا حاجه. يوه، امال مالكوا ساكتين كده وما بتكلموش بعض؟ يقطعني عم صبري، قال لكون انا السبب. انت السبب في ايه؟ ده راجل دماغه تعباه، فاكر نفسه فاهم كل حاجه وهو مش عارف حاجه خالص. بس عليك يا خالتي ما تقوليش كده، عم صبري ده دماغه توزن بلد. قربت ما تاكلي وانت ساكته، هو انا ناقصاكي؟ في ايه يا خالتي تتقلبي عليا انا رخرة؟ انا بقول اللي خلص ضميري. ما هي كده، اللي يقولها الحقيقه تهب فيه زي حريق القش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا لهوي، اتفضل علي بيه. بسم الله ويبقى عيش وملح. معلش مره تانية يا عم صبري، انا اصلي جاي في شغل. تعالي معايا يا نبيل. انا ما عملتش حاجه يا سعاده البيه. ما انا عارف، احنا بس هناخد منك كلمتين. يلا تعالي معايا. ايه الحكايه يا علي بيه؟
ولا حكايه ولا حاجه يا عم صبري. هيثم اللبان اتقتل ونبيله كانت بتشتغل معاه، مش كده نبيله؟ يا بيه هناخد منها كلمتين وخلاص. طب هاجي معاكم ممكن؟ بس اعمل حسابك ان الموضوع ممكن يطول شويه. لا لو هيطول يبقى لازم اجي معاكم، بس استاذنك اغير هدومك. بص غير هدومك براحتك وتعالى لنا على الاسم. عم صبري ما تسيبنيش يا عم صبري، ما تسيبنيش، انا ملياش غيرك. ما تقلقيش يا بنت انا جاي وراك على طول. انا قتلت عيسى. قتلتيه؟ مش انا، عيسى. ليه بتقولي كده؟ انت شفتي حاجه؟ هيثم كان خطر على عيش، حاول يقرب الدنيا من بعض فقتلته، ومن ساعتها اختفت وسابتني. سابتك؟ ايوه سابتني، عشان لو جريمتها كشفت انا اللي هتعدم. طب اهدي بس وخلينا نفكر بالعقل. مش قادره افكر، الخوف شللني، انا ما عنديش حد غيرك يقدر يساعدني. طيب اهدي، تعالي نفكر بصوت عالي. انت ليه حاسه ان هي اللي قتلتك؟ مش انا قلت لك ان انا شفتها وهي بتقتل حد في الحلم؟ عشق مش ممكن تاذيكي، لان معنى كده انها بتاذي نفسها. فاهمة كده ولا لا؟ فاهمة، بس عيشه بتكره كل الرجال. انا عارف. ما عشان كده قتلت هيثم. انت عارف هيثم ده بيشتغل ايه؟ قوات، يعني في كل الحاجات اللي عيشه بتكرهها. الناس كلها بتكره المهنه دي. انت بتدافع عن عيشه كده ليه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ اخاف منها ليه؟ انت اللي خايفه. انت معايا ولا معاها؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه. انا دكتور مش حكم. انا مش قادره اصدق اللي هي بتعمله. ده ناقص تبلغ عني البوليس. البت دي هبله، مالك بقت بتكرهني قوي؟ هو في حد بيكره نفسه كده؟ انت لازم تعذريها. مالك خايفه؟ خايفه من ايه؟ انا ما قتلتش حد، انت لازم تصدقني يا شام. ليه لازم؟ عشان انت بقيت صاحبي الوحيد. ولا انت مصدق ان انا قتل؟ انت اللي ذبحتيه انت وعزه. ما حصلش يا بيه، وسيدي الورواري ما حصل. عزه اعترفت عليكي، قالت انها خدرته وانت ذبحتيه. كدابة، لا انا ولا هي هوبنا يمته. مش هيثم ده اللي مسرحك انت وعزه يا بنت انت؟ ايوه يا بيه، هو اللي مشغلنا في الشمال، الله يرحمه بقى ما يقص عليه الا الرحمه. بص يا ابو البوله، ده تقرير البصمات بيقول ان انت وعزه اخر اتنين شفتوه صاحي. يا بيه يا بيه، انا هفع ازعع اصرخ، انما ذبحي ما تلاقيش. الحكايه لابساكي كده كده يا نبيله، انت اللي رسمه الرسمه دي كلها. يا بيه رسمه ايه بس؟ انا لا اعرف ارسم ولا هبب. بلبله، ولو ما قلتيش مين اللي عملها هتروحي الحبل المشنقه. اسمعي مني، انا عايز اساعدك. عيش ايه بيه؟ عيش هي اللي خططت ودبرت، وهي اللي ذبحت عيسى. عيش ايه في ايه كل ده؟ عمال بخبط على الباب لما صحيت العماره كلها. معلش كنت بسمع مزيكا وحاط الهيدفونز، في حاجه حصلت ولا ايه؟ ايوه، بلبله تهمنا في قتل هيثم وهيعرضوها عنها للصبح. بابا واحده واحده، مش فاهم حاجه. بلبله مين وهيثم مين وانت مالك ومال الحكايه دي؟ بلبله اللي قبل كده كانوا تهمنا انها ضربت هيثم، وانا جيت لك عشان تدافع عنها وانت ما رضيتش. افتكرتها. يا بابا يا حبيبي، انت ليه مصمم تجري ورا المشاكل؟ انت مالك ومال الحكايه دي؟ البت ملهاش حد يسال عليها في الدنيا دي غيري، واذا ما كنتش انت هتدافع عنها انزل دلوقتي اشوف لها محامي تاني. انا مش هسيب البت دي في المصيبه لوحديها. خلاص يا بابا، انا هنزل اسحب المحضر من الاسم وافهم ايه الحكايه، بس سيبني بس اعمل نسكافيه عشان افوق. لا، احنا ننزل الاسم الاول وبعد كده تشرب نسكافيه، تشرب اللي انت عايز تشربه، انت حر. انت مش بتقول انها هتتعرض على النيابه الصبح؟ خلاص، والاسم فاتح 24 ساعه، تشرب حاجه؟ لا مش هشرب حاجه، انا هقعد هنا اهو هستناك لغايه ما تشرب اللي انت هتشربه، وبعد كده ننزل الاسم مع بعض. مش هينفع تيجي معايا. يا سلام، لا انا رجل على رجلك. ويقولوا ايه بقى عليا في الاسم؟ المحامي جاب ابوه معاه؟ ما يصحش يا عم صبري، انت تقعد هنا زي الباشا لحد ما انا اروح افهم ايه الحكايه وارجع لك تاني. يا سيدي بقول لهم ان الموكل، مش لازم تقول لهم ان ابوه. خلاص بقى، عدينا المرحله دي ومش عايزين نرجع لها تاني. ممكن؟ ماشي، نشوفه حبيبي. حاسه اني شايلها على ظهري طول الوقت، وتعبت. تعبت من اني نص بني ادم عايش نص حياه. انا زهقت من ملك قوي يا هشام. على فكره تاني مره تنديلي باسمي من غير دكتور. دي حاجه مضايقاك؟
مش مضايقاني بس لفت نظري عشان مرتاح معاك في الكلام. انت الانسان الوحيد اللي بقيت احس اني بتكلم معاه براحتي. متشكر. انا حاسه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي، ولا انا متهيالي؟ ايوه بس انت ما تعرفينيش كويس، طول الوقت انت اللي بتتكلمي. ايوه بس انت فاهمني، سكوتك بيقول انك فاهمني وحاسس بيا، ولا انا غلطانه؟ ساعدي مالك عشان تهدى يا عشق. هي مش عايزه تساعد نفسها، وانا خلاص زهقت، ما بقاش يفرق معايا. تفتكر في يوم من الايام ممكن ابقى واحد ملك او عيش؟ مساء الخير يا حاج. لا مساء النور يا ابني، اتفضل. انا كنت عايز الاستاذ هيثم. شوف طلباتك ايه يا ابني وانا تحت امرك. ياد يا كويتشا. عمر حاج. لف مع الاستاذ لحد ما يلاقي طلبه يا ابني، لما يرسى على حاجة بهتولي اني اشرب القهوة معايا. معلش يا استاذ مش حاضر، لف معاك. الظهر اتكسر. الف سلام عليك يا حاج، بس انا كنت عايز الاستاذ هيثم في موضوع شخصي. هيثم تعيش انت يا استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله. امتى وازاي؟ لسه عندي. أمر الله، أمر الله. روحت البيت لقيتهم داخلين في سريري. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. يعني انتوا كنتوا هناك ولا ما كنتوش هناك؟ كنا هناك يا بيه، بس انا والله العظيم ما عملتش حاجه غير اني حطيت له البرشام في القهوه، واول ما نام سبناه ونزلت. يعني وانتوا بتخدروه كنتوا عارفين في حد يقتله؟ اه يا بيه، ما احنا اتفقنا مع عيشه على كده. عيشه؟ ايوه يا بيه، ما هي اللي ادتني البرشام اللي حطيته في القهوه وقالت لنا نحط المفتاح فين. انتوا لو قلتوا الكلام ده قدام النيابة هيعتبروكم مشاركين في الجريمة، يعني هتاخدوا اعدام زيكم زي اللي قتل بالظبط. طب نقول ايه يا بيه؟ مفيش، هتقولوا اللي حصل بالظبط، بس بلاش موضوع الاتفاق ده. هتقولوا ان انتوا رحتوا له عشان تقعدوا معاه شوية، وبعدين بعد ما نام نزلتوا سبتوه، فاهمين؟ اهم حاجة ما تجيبوش سيرة عشاء. وانت مصدق مين فيهم؟ ملك ولا عشاء؟ انا شايف ان كلام عشاء منطقي، اما ملك بقى تحس ان كلامها مبالغ فيه. انا بقى بختلف معاك، شايفه ان عشق بقت خطر على كل اللي حواليها، وممكن تعمل اي حاجه علشان تحافظ على وجودها حتى لو قتلت. اصل انت ما تعملتيش معاها، الاثنين مخلوقات رقيقه. عارفه يا دكتوره، انا كتير بحس ان عشق هي اللي المفروض تبقى موجوده وملك هي اللي تختفي. واضح ان عشق اثرت عليك يا دكتور. عموما عشق وملك وصلوا لمرحله من الصراع لازم تتحسم بمراقبتهم الدقيقه في المستشفى. ايوه دكتوره، بس ده قرار صعب جدا. ملك شخصية عامة، وقرار دخولها المستشفى لو اتعرف للجرايد هيقضي على مستقبلها. خوف ملك ولجؤها ليك جرس انذار لازم ما تعدهوش. دكتورة ما تنسيش ان انا اكتر منك خبرة وفاهم حدود الامور. انا مش قصدي اتدخل في شغلك، هي مريضتك والقرار قرارك. طب انت ملاحظة بقى ان احنا كلنا بنقعد مع بعض مفيش كلام غير عن عشق وملك؟ حالة نادرة وشدت اهتمامي. طب انا بقى عايز استغل اهتمامك واعزمك على العشاء، فرصه نتكلم في حاجات بره الشغل. سوري يا دكتور، معلش انا وعدت ابني ان احنا نخرج سوا النهارده، معلش خليها مره تانية. اوكي يا دكتوره براحتك. انا مش مصدق عشاء ممكن تقتله بالطريقه البشعه اللي اتقتل بيها هيثم دي. ممكن بقى تسيبك من عشاء وتقول لي ايه اللي هيحصل مع بلبوله وصاحبتها؟ لاني بصراحه تهت منك. ما انا قلت لك يا بابا، انا عرفتهم هم هيقولوا ايه قدام النيابه. يعني انت مش هتروح معاهم ولا ايه؟ مش هينفع، انا لو دفعت عنهم يبقى هثبت التهم على عيشة، وانا مش ممكن اعمل كده. حتى لو انت عارف ان هي اللي قتلت، مش البنات الغلابة دول. انت ليه مصمم تحطيني في امتحان قدام نفسي؟ انا كلفت واحد من زمايلي هيتابع القضية وخلاص. يا ابني ما هو ما ينفعش برضه تغمض عينيك وتقول القطر مش جاي. المحامي اللي انت كلفته ده مش هيعمل اللي انت كنت هتعمله، يبقى مش بعيد انه يوصل لعيشة. انا مش فاهم انت عايز توصل لايه، ولا انت عايز تحطني في ضغط نفسي وخلاص؟ أنا عايز أعرف اللي جواك يا ياسر عشان أفهمك.
فهمت؟ اه للاسف فهمت حاجه وحشه قوي. فهمت انك عارف الصح وما بتعملوش، وعارف الغلط وبرضه ما بتعملوش. عرفت انك مهزوز واقف مكانك ما بتعملش اي حاجه، لا بتعمل الصح ولا حتى الغلط. فريده اللي قالت لك الكلام ده؟ خلاص بقيت تتكلم زيها؟ حاضر يا بابا، انا اترفع عن البنات واحبس عيش. ارتحت؟ استنى يا ياسر، عيشة ما عملتش حاجة. عيشة كانت معايا ساعة ما عيسى متقتل. ازاي؟ هي كان عندها ميعاد معانا ان احنا نروح اسكندرية لأهلها وما جاتش، وده مالوش غير سبب واحد، انها كانت بتقتل عيسى. عيشة جات للسطوح وقالت لي انها ما جاتش عشان خايفة عليك. امال ايه الكلام اللي قالته عزة وبلبلة والاتفاق اللي بينهم؟ اكيد مش صح، لانها كانت معايا. هما هيقولوا كده ليه؟ يا ابني يا ابني ما تلومش حد، عايز ينقذ رقبته من حبل المشنقة. يعني عيشة ما عملتش حاجة؟ ولا البنات دول عملوا حاجة، عشان كده لازم تقف جنبهم. ما ينفعش تبقى عارف الحق وتسكت. حاضر يا بابا، أنا هحضر معاهم التحقيق بكرة، بس لازم أتأكد الأول. الو، ايوه يا ياسر، ممكن افهم في ايه؟ طيب انا جايه لك. ما هو مش هينفع نتكلم في موضوع زي ده في التليفون، ولا هينفع تقولي كده واستنى نص ساعه وهكون عندك. باي. بقول لك انت حره، انا هعمل زي ما هو قال. هو انت مش بتقولي انه كان هيتجوز عشق؟ هم بانوا زي اللي قالت لي، وبعدين دون ابن عم صبري، يعني مش هيدلنا غلط. واحنا يا ناصح لو قلنا ان احنا ما نعرفهاش يبقى احنا اللي قتلناه. هو انت يا بنت ما بتفهميش خالص. مش هو قال لنا نقول ان احنا نزلنا من عنده قبل ما يموت، وهو دون اللي حصل؟ وهم بقى هيصدقونا؟ ده احنا شمال. عارفه يعني ايه شمال؟ بقول لك يا بت، احنا ما قدمناش غير اسر دون نشعبط فيه، خلينا ماسكين فيه كده بايدينا وصلنا لحد ما نشوف اخرتها ايه. هنشوف.